الطابلي اللي كيجي مدفور وساهل وبسيط ودغيا دغيا غادي يوجد ويعجب حتى الوليدات ان شاء الله بحول الله. 100 غرام نتاع الزبده اللي تكون لينه، 100 غرام ديال السنيده، بيضه واحده، واحد الربع ديال الدقيق، و25 غرام ديال الكاكاو. وللتزيين غادي نحتاجو 100 غرام ديال الشوكولاتة الابيض، 100 غرام ديال الزبده اللينه، 100 غرام تاع مسحوق السكر سنيده، بيضه واحده، ربع ديال الدقيق، 25 غرام ديال الكاكاو، وللتزيين الشوكولاتة الابيض تقريبا واحد 100 غرام. في اناء غادي نخفقوا داك الزبده مع السكر وداك البيضه بالضراب الكهربائي حتى نحصلوا على كريمه اللي تكون رخوه. نضيفوا تدريجيا الدقيق والكاكاو وندلكو مزيان، نغطيو الاناء وندخلو الثلاجة لمدة ديال 15 دقيقة. غادي نخرجوه وغادي نديرو واحد قضبة اللي تكون صغيرة غير رقيقة ونضفرهم اللي غادي يكون واحد على واحد، غادي نلويوهم ونلصقو بشكل دائري. غادي ندخلوهم في لاطا ديال الحلوة اللي غادي نكونو اما درناها دهناها بزيت ولا درنا داك ورق الزبدة، وندخلوهم في الفران اللي يكون سخون، ندوبو الشكلاط الابيض فاش يطيبو لنا داك الصابلي، نخرجوه نزينو بها ونقدموه بالصحة.